وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذه النحلة هنا تقوم برفرفة أجنحتها، وبطنها متجه إلى الخارج ورأسها متجه إلى داخل الخلية، تقوم برفرفة أجنحتها. انظروا معي. فهنا بعض الناس قالوا لي بأن هذه الظاهرة بأن النحل يقوم يريد التطريط، أو أن الملكة غير موجودة. فهذا الأمر خاطئ إخواني الكرام، خاطئ. فالنحل يقوم برفرفة أجنحته وبطنه متجه إلى خارج الخلية ورأسه متجه إلى داخل الخلية، فهنا يقوم بتهوية الخلية من الداخل، يعني يخرج الهواء البارد ويدخل الهواء الساخن، وفي الصيف يقوم بإدخال الهواء البارد وإخراج الهواء الساخن. فلهذا إخواني الكرام تجد النحل يقوم برفرفة أجنحته أمام باب الخلية. وأيضا حسب ما وجدته أنا بأن النحل يقوم برفرفة أجنحته ليس أمام باب الخلية فقط، وكذلك داخل الخلية يقوم برفرفة أجنحته، وذلك لتهوية وتجفيف أرضية الخلية. فكما تعلمون فالنحل عندما يقوم بتدفئة الخلية من الداخل فالرطوبة كلها تجدها تصعد إلى الأعلى، وبعد ذلك يتساقط كأنه ماء، يعني أرضية الخلية تكون مبلولة وكذلك جدران الخلية تكون مبلولة. فلذلك النحل يقوم برفرفة أجنحته وإدخال الهواء وتحريك، يعني كما نقول إنتاج تيار وهواء داخل الخلية لتجفيف هذه الرطوبة داخل الخلية. فلهذا عندما تشاهدون بأن النحل يقوم برفرفة أجنحته ورأسه متجه إلى داخل الخلية وبطنه متجه إلى خارج الخلية، فلا تقلقوا إخواني الكرام ولا تقولون بأن الخلية الملكة غير موجودة أو أن النحل يريد التطريد إلى غير ذلك، فهذا الأمر خاطئ. فالخلية عندما تكون الملكة غير موجودة أو تريد التطريد يكون العكس، يكون بطنها متجه إلى داخل الخلية ورأسها متجه إلى خارج الخلية، يعني استعداد للرحيل، وتقوم بإصدار صوت، تسمع صوت داخل الخلية. فهذا هنا دلالة على أن النحل يريد التطريد، ولكن إذا كانت الملكة غير موجودة فهذا من المستحيل أن يقوم النحل برفرفة أجنحته خارج الخلية أو يقوم بحركات يدل على أن الملكة غير موجودة، فهذا من المستحيل إخواني الكرام. إلا إذا فتحت الخلية، عندما تفتح الخلية تجد النحل فوق الإطارات يقوم برفرفة أجنحته ويمشي ويسير داخل الخلية ببطء، فهنا تعرف بأن الملكة غير موجودة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.